أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، فيا ليتنا ننصر قائمكم سادتي فنفوز فوزا شهر الصيام، شهر الصيام، به الإسلام قد فجع. حضروا قلوبكم للمصيبة والعبرة والدمعة، واسوا رسول الله في هذه الليلة. شهر الصيام، شهر الصيام، به الإسلام قد فجع. وفي رزيته قلب الهدى، قلب الهدى انصدعا، يا شهر الصيام بكت عين السماء دما، فيه وجبريل ما بين السماء نعايا. أشقى العالمين هوى شخص الوصي، وفي محرابه صرعا اليوم غاب الهدى والدين منهدم. اليوم، اليوم، اليوم غاب الهدى والدين منهدم، وفي ثياب الأسى قد بات مدرعا. يتيم بالمجلس اليوم، 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 فلتسك بالأيتام عبرتها ولتترك الصبر، لكن تصحب هذا ابن ملجم قد أردى أبا حسن. هل درى اليوم من أردى ومن صرع سيف أصيب به رأس الوصي؟ لقد أصاب قلب الهدى والعلم والورع، والله يا أصاب قلب الهدى والعلم ويا
لحن وانا وياك نساعد بالعزاء. يقول غمض عيون المرتضى ومدد الرجلين. وين المحب وين الموالي هاللي يريد يعزي هذه الليلة؟ والله غمض غمض عيون المرتضى ومدد الرجلين وظل ينتحب يا أم الحسين ونوح الحسين أو زينب تنادي والدمع الخد غدرا قصت عيش بشهر رمضان يا له يا بش نقول شنقول أصبح من فجد داحي البيبة من ضربة الطاغي وراس نجسم نصين بعد بعد تقل أبويا أبويا فلا يبطل بعايا فقدك حنيني أبويا ولا يسجن على أفراقك ونيني. يقول الراوي وجمعوا له أطباء الكوفة ومن جملتهم أثير بن عمرو السكوني فلما نظر إلى جرح الإمام طلب رئة شاة حارة فاستخرج منها عرقا ووضعه في جرحه ثم نفخه ثم استخرجه وإذا عليه بياض الدمار فقال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك وأوصي وصيته فإن عدو الله قد وصلت ضربته ضربته إلى أم رأسك وكأني بالعقيلة تقل يا حسين والدنا وذخرنا يا بجرح الطبيب ايش قال عنا انا حين السمع من هالي متشنى هل دمعته وظهره تحنى قال ها طبيب من تدنى يا ما وفحص جرح ضمأذنا هز راسه يا اختي وجذب وانا وزود يا محزون حزن. قال محمد بن الحنفية لما كانت ليلة 21 يعني في مثل هذه الليلة جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم ثم قال لهم الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل وأوصاهم بلزوم الإيمان وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا فكبر ذلك علينا وآيسنا منه ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب فنظرنا إلى شفتيه يفتلجان بذكر الله ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد وجعل يودعهم وهم يبكون
وكأني بالعقيلة زينب يا حسين أخويا شلون أقول والله اللي أشوف انخطف لونه لو أنكم يا أخوتي تقعدون يا بتقعدون وجرح البراسة تشدون اذقلهم بهداي عندك قلب تسمع لو لا اذقلهم بهداي 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 بس لا تلجبون يا أبا وبالجن صوابة عالجون فقال له الحسن أبا يا أمير المؤمنين ما دعاك إلى هذا فقال يا بني إني رأيت جدك رسول الله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة فقال لي أدعو عليهم فقلت اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم فقال لي رسول الله قد استجاب الله دعاك سينقلك إلينا بعد 30 وقد مضت 30 يا أبا محمد أوصيك بأبي عبد الله خيرا فأنتما مني وأنا منكما ثم قال أحسن الله لكم العزاء ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه ثم ضعني على سريري فإذا حمل مقدمه فاحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر فهو موضع قبري ثم تقدم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر علي سبعا واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق فإذا أنت صليت علي يا حسن فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة فأضجعني فيها ثم أشرج اللحدة باللب وأهل التراب علي ثم غيب قبري ثم قال اكتب هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب استمعوا أيها الموالون أيها المحبون إلى وصية إمامكم علي بن أبي طالب في آخر لحظات وجوده في عالمنا هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالمين خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله، بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الأيتام. لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. والله الله في القرآن، الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. والله الله في جيرانكم، فإنه وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله، فإنما يجاهد رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. والله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بين أظهركم. والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. والله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معايشكم. والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم،
فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم، ثم قال: الصلاة الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، وأستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسحه بيده، فقالت ابنته زينب: يا أبا أراك تمسح جبينك؟ قال: بني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المؤمن إذا نزل به الماء ودنت وفاته عرق جبينه وسكن أنينه، علي طاحا بنات بلطم وابنه، والمعانق يا ويلي ياخذ الروح حقهن راس ابو الحسنين مجروح، مجروح يشوفن وعلى فراش المنيه، عاد احداهن تقل له: يا ابو يقعد وبطل بعد ونك، يا ابو نريد نشبع شوف منك، تفارقنا يا ابو تريد شنك، والله شنك وتخلى ديارنا منك خليه، تقل له: يعالج بالجرح ويدير بالعين بالعين، يوصب دين جدهم حسن وحسين، والله وبهاي اليتامى وهالمساكين يقلهم: لا تضيعون الوصية، يا يقلهم: لا تضيعون، ثم قالت زينب عليه السلام: يا أبا حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، وقد أحببت أن أسمعه منك، فقال: يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك سبايا،
بهذا البلد خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبرا صبرا. وعرج على كربلاء بس الموقف بالزينب. يقول في ليلة الحادي عشر من المحرم كأن زينب تذكرت موقفها مع أبيها هذا، عندما جن الليل الحماد صرعى على الأرض، جمعت العيال في خيمة واحدة، وقفت بباب الخيمة تحرس العيال، بينما هي كذلك وإذا بسواد أقبلت، قالت يا أيتها السواد بالله عليك شمري وتنحي عنا، فإن كنت تريدين تسليبنا فنحن مسلبايا. وكأني بالصوت من تلك السواد يقل أبويا أنا أبوك على هذا يا حاجي، والله يا حاجيج يا حاجيج يا زينب للحراسة جيت ليج، ويلع لأخوك ويلع ليج يا ويلع لأخوك ويا يا 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 عليج. قال بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبرا صبرا. ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين وقال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتان، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه، ثم أغمي على الإمام، أغمي عليه وأفاق. قال هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله، وكلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا لك مشتاقون. ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، خليفتي عليكم الله وكفى بالله خليفة. ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي، وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين، ثم استقبل القبلة وغمض عيني ومدد رجلي وأسبل يدي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قضى نحبا مظلوما شهيدا صابرا، أين المنادي وعليا، أين المنادي وإماما، وقتيلا. والله شبح للموت عينه وعدل رجلي وأولاده وبناته داروا عليه، والله داروا عليه صاح ودعت الله ومدى يا 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 دوم الددين.
والله وقضت روح العزيزة وغمض العين أبو حسين ما تمم صيامه عندك عبرة وحالها والله أبو حسين ما تمم صيامه صيامه لف العيد ولاده يتامه يا والله هذا البدر ليلة تمامة يا وسبع عليه خلصا فعند ذلك صرخت زينب بنت علي وأم كلثوم وجميع نسائه وقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود وارتفعت الصيحة والتفتت العقيلة زينب إلى إخوتها بلسان الحال تقلهم يا أخوتي راح أبوكم والله راح أبوكم عزكم راح يا والي عليكم والله وخلاف يا خوت شلايان بيكم وكأني بأم كلثوم لما رأت أباها قد فارق الحياة قالت لأختها زينب يا زينب قوم يا أختي وجابليني ولا اللي يريد النعيها اللي يحب النعي على العزاء على أمير المؤمنين والله تقلى يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب قوم يا أختي وجابليني ندير الأطوام ما بينك وبيني وسعدك بي يا أختي وساعديني يا عليك الناح ويلا والنا على يا أبيات الدعاء يقول فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة فأقبل النساء والرجال يهرعون أفواجا وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها فكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله وتغير أفق السماء وسمع أصواتا وتسبيحا في الهواء واشتغلوا بالنياحة على الإمام بيت الدعاء والله علي علي باسمك الخايف دوم يمين يوم على فراش المرض مطروح يومين بناتك يا علي بس بقل يومين مدرش حالين يوم المنية يا مدرش حالين يوم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه رب صل على محمد وآل محمد وعجل لنا الفرج يا الله اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا يا الله بحق علي بن أبي طالب وبحق هذه الليلة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله
اللهم إخواني أخواتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، سد دونهم يا الله. إلى أرواح موتاكم موتى السامعين الحاضرين، وبالخصوص إلى أرواح موتى مقيمي مؤسسي هذا المأثم العاملين عليه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.